اخوان اواحد السلام عليكم الزول في اللون الدكان. في هذه الحلقه بغيت نتكلم لكم على واحد القصه ديال اصحاب الكهف. انا بعدا تنحس كتبوا ريشيا قبل ما نطق اسم اصحاب الكهف. قصه اصحاب الكهف. في زمان وما كان غير معروفين لنا الان، كانت توجد قريه مشروكه ضل مالكها وأهلها عن الطريق المستقيم، وعبدوا مع الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ومع ذلك كانوا يدافعون عن هذه الآلهة المزعومة ولا يرضون أن يمسها أحد بالسوء، ويؤذون كل من يفكر بها ولا يعبدها. في هذا المجتمع الفاسد ظهرت مجموعة من الشباب العقلاء، قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خلقها. الله الذي بيده كل شيء. فتية أمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم الطريق الرشاد. لم يكونوا هؤلاء الفتية أنبياء ولا رسل، ولم يتوجب عليهم تحمل ما يتحمله الرسل في الدعوة أقوامهم، إنما كانوا أصحاب إيمان راسخ فأنكروا على قومهم شركاهم بالله وطلبوا منهم إقامة الحجة على وجود آلهة غير الله، ثم قرروا النجاة بدينهم وأنفسهم بالهجرة من القرية لمكان آمن يعبدون الله فيه. فالقرية فاسدة وأهلها ضالون، عزم الفتية على الخروج من القرية والتوجه لكهف مهجور. خرجوا ومعهم كلبهم من المدينة الواسعة للكهف الضيق، تركوا وراءهم منازلهم المريحة ليسكنوا كهفا موحشا. إن هذا ليس بغريب على من ملأ الإيمان قلبه، فالمؤمنون يرى السحر روضة إن أحس أن الله معه، ويرى الكهف قصرا إن أختر الله له أنيسا. وهؤلاء ما خرجوا من قريتهم للطلب دنيا أو مال، وإنما خرجوا طمعا في رضا الله وأي مكان يمكنهم فيه عبادة الله ونيل رضاه سيكون خيرا من قريتهم التي خرجوا منها. استلقى الفتية في الكهف وجلس كلبهم على باب الكهف يحرسه، وهنا حدثت معجزة إلهية. لقد نام الفتية 309 سنوات، وخلال هذه المدة كانت الشمس تشرق عن يمين كهفهم وتغرب عن شماله، فلا تصبهم أشعاتها لا في أول نهار ولا آخره، وكانوا يتقلبون أثناء نومهم، فكان الناظر إليهم يحس بالرعب لأنهم نائمون ولكنهم كالمستيقظين من كثرة تقلبهم. بعد كل هذه المدة بعثهم الله مرة أخرى. استيقظوا من سباتهم الطويلة لكنهم لم يدركوا كم مضى عليهم من الوقت في نومهم، وكانت أثار النوم الطويلة بادية عليهم، فتسألوا كم لبثنا؟ فأجاب بعضهم لبثنا يوم أو بعض يوم، لكنهم تجاوزوا بسرعة مرحلة الدهشة، فمدة النوم غير مهمة، المهم أنهم استيقظوا وعليهم أن يتدبروا أمورهم، فأخرجوا النقود التي كانت معهم، ثم طلبوا من أحدهم أن يذهب خلصة للمدينة وأن يشتري طعاما طيبا بهذه النقود.
ثم يعود إليهم برفق حتى لا يشعر به أحد. فربما يعاقبهم جنود الملك أو ظلمس من أهل القرية إن علموا بأمرهم، فقد يخيرنهم بين العودة للشرك أو الرجم حتى الموت. خرج الرجل المؤمن متواجها للقرية، إلا أنها لم تكن كعهده بها، لقد تغيرت الأماكن والوجوه، تغيرت البضائع والنقود. استغرب كيف يحدث كل هذا في يوم وليلة، وبالطبع لم يكن عسيرا على أهل القرية أن يميزوا دهشة هذا الرجل، ولم يكن صعبا عليهم معرفة أنه غريب من ثيابه التي يلبسها ونقوده التي يحملها. لقد أمانت المدينة التي خرج منها الفتية، وهلك الملك الظالم وجاء مكانه رجل صالح. وبعد أن ثبت المعجزة معجزة إحياء الأموات، وبعدما استيقنت قلوب أهل القرية، قدرت الله سبحانه وتعالى على بعث من يموت برؤية مثال واقعي ملموس أمامهم. قبض الله أرواح الفتية، فلكل نفس أجل ولابد لها أن تموت. فاختلف أهل القرية، فمنهم من داعى الإقامة بنيان على كهفهم، ومنهم من طلب ببناء مسجد. ولا نزال نجهل كثيرا من الأمور المتعلقة بهم. فهل كانوا قبل زمن عيسى عليه السلام أم كانوا بعده؟ هل كانوا في بلدة من بلاد الروم أم في فلسطين؟ هل كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم، أم خمسة سادسهم كلبهم، أم سبعة وثامنهم كلبهم؟ كل هذه أمور مجهولة لنا، إلا أن الله عز وجل ينهانا عن الجدل في هذه الأمور، ويأمرنا بإرجاع علمهم إلى الله. فالعبرة ليست في العداد، وإنما فيما آل إليها الأمر. فلا يهم إن كانوا أربعة أو ثمانية، إنما المهم أن الله أحياهم بعد أكثر من 300 سنة، ليرى من عصرهم قدرة الله على بعث من في القبور، ولتتنقل الأجيال. هادشي كنتي عارفو، نتلاقاو فيديو جدود وموضوع جديد. لايك، ودير يا صاحبي ابوني، دير الله يعاون.